السلام عليكم. شاهد هذه القرية لم يولد بها ذكور، الأمر الذي حير العلماء سبحان الله. ولكن فضلا قبل أن نبدأ اخبط لايك واشترك في القناة ويلا بنا نبدأ. لم يلاحظ أحد أن قرية ميسكا الصغيرة بجنوب غرب بولندا لم يولد بها طفل ذكر خلال 9 أعوام ماضية إلا أثناء منافسة للفتيان في إطفاء الحرائق، فقد كان كل المتنافسين بنات. والسبب في ذلك تقول صحيفة ساندي تلغراف البريطانية التي نشرت الخبر بسيط مثلما هو مثير للدهشة، إذ لم يولد بهذه القرية التي تقطنها 300 نسمة خلال قرابة عقد من الزمان ولد ذكر، بينما شهدت خلال هذه الفترة ولادة 12 بنتا. وبسبب الشح في الذكور الذي تعاني منه القرية، عرض عمدتها جائزة مالية لأول أسرة تنجب ذكرا، كما أن وسائل الإعلام العالمية تقاطرت عليها للوقوف على هذه الظاهرة النادرة، جوائز وهدايا للذكر المنتظر. وقال العمدة ريموند فريشكو الأب لبنتين لساندي تلغراف إن اهتمام وسائل الإعلام بقريتهم أثار استغرابهم، مضيفا أن هناك كثيرا من الكلام حولهم في هذه الوسائل، إلى حد أنه فكر في إطلاق اسم أحد الشوارع بالقرية على أول مولود ذكر يطل عليهم، مؤكدا أن هذا المولود الذي تتمناها القرية سيحصل على هدايا رائعة، وستزرع القرية شجرة بلوط وتطلق عليها اسمه. وأضاف فريشكو أن الأطباء من بولندا كلهم ظلوا يتصلون به ويعطوه نصائح حول كيفية تشجيع إنجاب الذكور، قائلا إن أحد الأطباء المتقاعدين أبلغه بأن جنس الطفل يعتمد على ما تتناوله الأم من طعام، والطعام الغني بالكالسيوم يضمن إنجاب الذكور. وأطلق العمدة طرفة تقول إن للفلاحين البولنديين طريقة مجربة ومضمونة لإنجاب الذكور، وهي أن يضعوا فأسا تحت سرير الزوجية.